صباح الخير عليكم الأولاد. راهي 28 اليوم عنا العيد، راح نصوموا إن شاء الله. نصور لكم الأجواء كما قالوا لي الإخوة، بون كل عام تقريبا نصور لكم الأجواء. نزيدو نصوروا هذا العام 2018، صورنا 2017 و2016 ونزيدو لكم 2018 إن شاء الله. اتكلوا على ربي نخرجوا، روحوا نصلوا. اليوم نصلوا في واحد الجيمناز، جيمناز تاع سال دو سبور، جيمناز يديرو فيه سبور، عطاتهولنا البلدية نصلو فيه باسكو الجامع صغير ما يكفيناش، كل واحد يجيب الزربية تاعو. نروحو نصلو ان شاء الله، نصور لكم الأجواء تاع صلاة العيد في قرية الحزينة طبعا. نقول لكم صحة عيدكم و كاع راهم رايحين دوك على بالك. ها كاينة عائلة خارجة مورايا، واحد العائلة صبر تشوفها، ها هو كيخرج شوفها هاذي شتا، أطفال صغار، واحد البنات بالجلباب ما شاء الله، دواري صغار، اللي عندو وين يذبح اليوم ما يذبح، اللي ما عندوش وين يذبح يروح يذبح في الفيرما، هاذي الفيرمات جايين في بعد شوية على لافيل، فيرما تاع العرب، مولاها مسلم هو. المهم راني لحقت الجيمناز عليك، ندور لكم البوبينات تشوفوا الاجواء في ضريف صحيتو. فوالا هذه لا بوليس غلقوا الطريق على جنة طبعا باش يحميو ظهورنا من الاعداء، الطريق مغلوق حتى واحد ما يفوت. غلقوا الطريق باش واحد ما يدخل، يحموا ظهورنا من الاعداء. راك تشوفوا هاو ملعب السعادة وهاوليك الجيمناز اللي نصلوا فيه. فوالا ما من هي مغلوقة كيما تشوفو البوليس، حتى واحد ما يقاري هنايا. راك تعرف هاد العيب هادو شوية مهابل، حتى تكون ساجد تصلي حتى يصدم عليك شي واحد مهبول. هيا غلقو الطريق لابوليس، كل عام هكذا يغلقو الطريق حتى واحد ما يفوت منا و حتى نكملو الصلاة ونخرجو باش يسرحو الطريق. هاليك لابوليس، باراج فو باراج وبارات في القريه. وهادو قبر جيراني ميشيل وصاحبو. الو ميشيل، صافا ايتو؟ الو فوم صافا فو ميشيل؟ اي تو فيان با سي با او نو انا با لو نو اه سي فوني نو با لو نو با لو ابا فوني اه دوما اه وي بون اه دوما اوكي ميشيل هاي جاري ابو جيراني قبر هايلين. هاو هنا نصلو جيمناز دو سبور، وكل عام يجي المير يهضر هكذا كلمة تاع 5 دقايق في ظريف، هادو النساء ندير لهم صالون جاني من هنا، النساء كاين من هنا يروحو. هادو اللي قايمين بالتنظيم تاع راهو فارغ باسكو الناس تخدم وناس راحت فاكونس. وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد.
وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة ما كون هو عادي خرجنا من الجامعة شوفوا كيفاش الشرطة مازالهم أنا ما كان كل واحد يروح شغله وتخلص هكذا تخلص فاهم ما كاش زعما أجواء وكذا الفريق راهم بقوة كيما نقولوا كيف تزال كيما نقولوا الطريقة هذه راهي قاع دم هذه هي هاكا والو كل عام هكذا صحيح شابين لكم في الجزائر دوك نولي يعني عاود دخلت للدار ديروا فيها قهوة حليب خفيف ظريف قاطو كدا منا وكي العادة تيلي كوموند أول حاجة يديرها الإنسان يروح ل هم دايرين واسمو كش ما نشوفو هاكا والو هم دايرين بوعلم تيتيش شوفوا الاجواء زعما هادو دراري صح عيدكم صبرتوا نروحوا للجهه الاخرى واخيرا خير قلت لكم زعما انسان يجي يشوف كشما هادوك لي شان تاع البلاد كشما يشوف الاجواء اطفال وش زعما خرطي في خرطي تفاصيل كل حد ما كان والو شروق فيهاش اليتيمه بروغرام ناسيونال كيف كيف ما كان والو هذا ما كان كان الجيري وش هم دايرين ما فيش دايرين الاجواء تاع الاطفال الصغار والو با ما غادي خرطي خرطي وشنو غادي تزير نيوز فوالا نعم انتم بخير وكاع الشعب الجزائري ان شاء الله بخير وحفظنا وحفظ ربي ديالنا زير نيوز رب العالمين عندي قال ليش انا دكتور العرب هم لي الجزائر امازيغ بير تي في الهداف بن شيخ اي حصرها شوف الهداف تفكر بن شيخ لعب سابق دبوز هكا والو خرطي فيه خرطي نخرج انا راح نروح نخدم مع العشرة يمشي خير تبعنا هذا الخرشف هذا لي جان كيما شفتو اجواء ما كاش اجواء العيد هذا هو كيفاش فات وانا رايح نخدم راني بالبيسكليت رايح نخدم كل عمو لا عمو كلهم صحه عيدك قلت لكم هكذا يا اخوان هذه الاجواء الاجواء كل عام هكذا بعد الصلاه كل واحد يروح يقضي شغله انا نروح نخدم على شرري ونقول لكم صحه عيدكم وتقبل الله منا ومنكم والعيد في الجزائر والله ما بقى انا ضربت 12 سنه ما عيدت في الجزائر نهار اللي رحت عيدت في الجزائر العام اللي فات غير مع الدار حلوه مع يماك وخوتك بصح كي تخرج برا خلاص القلوب قاصحه ما كاين والو والله ما بقاش بنا انا نروح نخدم نقول لكم بقاو على خير ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه مانيش عارف وقتاش لك تبربي تحياتي للجميع وصحة عيد الجميع كاع اللي في اليوتيوب اللي في الفيسبوك دير جيم اللي دار ديسلايك واللي كاع وصحة والسلام عليكم.